ممكن كانت تكون هدف. هذا هذا هذه حصيلة الهجمات للفريقين، ولكن غالبا تنتهي عند الدفاع، تنتهي في وسط الملعب، قوة في وسط الملعب من 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 الفريقين، قوة في الدفاع من الفريقين. حتى وإن كان الأخوية ناقص، حاول أنه على الأقل يستنزف الوقت لمصلحته. أنا أقول أنه شوط عادل بالنسبة للنتيجة، وأعتقد أنه غير عادل أن يخرج بهذه الرتيبة. يعني ما كان شوط نسميه شوط جيد مثير. خالد، في بداية المباراة السؤال هذا طرد ولا لا؟ ها؟ خالد سلمان طرد ولا مش طرد؟ لا طرد مستحق، لأن جاسم الحربي طرد مستحق. طرد مستحق. كابتن عبيد مستحق. كابتن سلمان شريده صحيح. طرد خالد. طرد. مايت صحيح. ترى خالد فاحنا دائما نتكلم عن بداية المباراة في التركيز في المباراة.